إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز مهرجان الإخوان في دورته السادسة لتثمين سلالة تيمهضيت تحت شعار تثمين سلالة تيمهضيت من أجل المساهمة في رفع التحدي لمواجهة التأثيرات على الثروة الحيوانية الوطنية. هذا مهرجان الإخوان خاص بسلالة تيمهضيت، الجمعية اللي تديرو هذا العام السادس، والحمد لله كل عام تيكون تحسن. هنا الإخوان كاين تقريبا 16 كساب يعرضين هنايا. اللي عارضين المنتوجات ديالهم ان شاء الله. كسابة الاخوان راه معروفين، بينهم الخويل، من بينهم مصطفى وموش اسيوان، بالنسبه للاخوان كل كساب تيحضر يعني حولي كبير وراء اللي غيدوز هذا العام، هذا هو تيكون اختيار ديالو، تيحضر نعجة أخرى. هنا اللوائح ما تلفازات ما خدامش باش يعطيونا السمية ديال الكسابة. هادي نعجة تبارك الله، هادي نعجة سداسية تكون. هادي نجا الأصل تبارك الله. واليوم الإخوان غادي تكون مسابقة إن شاء الله، كلشي إن شاء الله غادي يكون في الفيديو. الله يسخر الجميع. بتاريخ 2 سبت 2023. هادو ديال الخويل ما يصح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. دائما في إطار فعاليات المهرجان تثمين سلالة تيمهضيت، المنظم من طرف جمعية أيتام محمد للبيئة والتنمية والتضامن بشراكة مع وزارة الفلاحة وكذا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بعد لحظات سيتم تنطلق أشغال لجنة الانتقاء، انتقاء أجود الفحول، أجود خروف، أجود خروفة، وأجود نعجة سلالة تيمهضيت. والإخوان شوية غادي تكون المسابقة إن شاء الله، هادشي الإخوان غادي نحطوه على المباشر على اللايف. بعد لحظات سيكون لنا موعد مع أشغال لجنة الانتقاء من أجل اختيار أحسن فحل على صعيد سلالة تيمهضيت بمنطقة تيمهضيت مهد السلالة وأصلها. غادي نشوفوا أحسن كساب، أحسن منتج للفحل خلال المهرجان الخاص بتثمين سلالة تيمهضيت. هذا المهرجان اللي عرف نجاح كبير، وهذه هي الدورة السادسة ديالو.
لجنة تتكون من خبراء وتقنيين من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز. المهم الإخوان لايف إن شاء الله غادي نتلقاه على الفيسبوك، ومن بعد إن شاء الله غادي نحولوه على اليوتيوب. كونوا في الموعد الإخوان، حنا مازالين حاضرين معكم. الله يصفر الجميع. لا 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 لا